لو فاز النصر يعني سيكون وضعه مرة أو زي ما بيقولوا صعب للغاية، وإذا فاز النصر سيرتقي في ترتيب الدوري إلى درجة أعلى، وربما يعني ينافس رسميا، يدخل في باب المنافسة على لقب الدوري نفسه. نعم. صحيح، انت بتتكلم على انه النصر عنده 17 نقطة والهلال 21 نقطة، بتتكلم عن الاتحاد المتصدر الآن عنده 26 نقطة. نعم. طيب في حال انه النصر كسب المباراة، بالتالي هيكون قريب جدا من المنافسة على الدوري، والهلال ابتعد عن المنافسة عن متصدر الاتحاد. وزي ما قلنا الديربي ده بيختلف المرة دي، خصوصا انه جاء بعد خروج النصر من البطولة الآسيوية على يد الهلال، والنصر جاي الديربي ده برضه بهزيمة من فريق الطائي، وبيزعى يعني المباراة في دوافع كبيرة للنصر انه يصالح جماهيره ويعود للدوري يعني. سكات الانتصارات.